أعلنت وزارة الصحة عن إحالة المواطنين من مراكز الحجر الصحي الاحترازي إلى الحجر المنزلي وفق الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2020 والصادر من سعادة وزيرة الصحة بشأن العزل الصحي وطريقة تنفيذه للأشخاص المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدة على أهمية توقيع كل من يحال للحجر المنزلي إقرارا بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن الحجر المنزلي مع إلزامية تحميل تطبيق مجتمع واعي ووضع السوار الإلكتروني الذي سيمكن المعنيين من متابعة التزام المحجور عليهم منزليا حرصا على سلامتهم وسلامة عوائلهم وكافة أفراد المجتمع. أفادت وزارة الصحة بأن المواطنين الذين تم تحويلهم للحجر المنزلي هم من المواطنين العائدين من الخارج والذين يتم إحالتهم إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين، منوهة بأن الوزارة تطبق الحجر المنزلي أيضا على المواطنين المخالطين للحالات القائمة لمدة أسبوعين وعلى الحالات المتعافية لمدة 4 أسابيع حتى التأكد من خلوهم الكامل من الفيروس عبر متابعتهم وإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لهم أثناء فترة الحجر. نوهت الوزارة بأن المواطنين الذين تم إحالتهم لإكمال الحجر في المنازل هم من العائدين من عدد من الدول المنتشر فيها الفيروس والتي كان يطبق على العائدين منها الحجر في المراكز الحجر الصحي الاحترازي، مشيرة إلى أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتعليمات التي تم تسليمها لهم عند التوقيع على الإقرار وذلك حرصا على سلامتهم، ومؤكدة بأنه قبل 3 أيام من انتهاء مدة الحجر الصحي يتوجب على المحجور عليه منزليا حجز موعد للفحص عبر تطبيق مجتمع واعي والتوجه في موعد الفحص إلى مركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.